يحكموا علي ب25 سنة. كل ما نفكر في الحوايج اللي عملهم لي ما نندمش، حتى هو قتلني. نعيشوا في الريف ما تعلمتش، نخدموا في الدار، نرعى بالبقر، نجمعوا الزيتون، نحصدوا العلف، هذه عيشتنا. الراجل هذا كان يجينا صاحب بويا، ولكني ما نعرفوش. اخوالي واخواله ولاد عمه، وولوا يتعاركوا على قطعة ارض. جا نهار يتكلم مع مراد بوي ما لقاهاش، تعاركت انا وياه، ضربني، اغتصبني بصباعه، مسق عليا وقال لي لو تحبي تفضحي روحك افضحي روحك. بعد جمعتين صورني عريانة، عريانة بكلي، وخرج لي الصور، قال لي نوريها لجدتك، مش حتقول شي لكن حتجيها جلطة تقتلها بالتدريج، نوريها لبوك أعز ما عندك، أعطيني فلوس وإلا نقول. بقيت نعطي في الفلوس، نقوم في الفجر ننظف ونحلب ونبيع ليتر أو لترين ونعطيه الفلوس، حتى إني سرقت 1700 دينار من بويا. ضربني وعمل فيا كل شيء، ما نقدرش نتكلم أو نشكي، فكرت نهرب ولكن فين نمشي؟ ما حد يقبلني، حتى لو حكيت حيرجعوني لبويا أو يسلموني للشرطة، حتى إني حاولت نسم روحي. بعد رمضان بجمعة ولا جمعتين طلب رقم بنت عمي، عطيتهولو، وليت كيف الحيوان المربوط، منين يقول لي نمشي. حكيت كل شيء لبنت عمي وحذرتها منه. بعدها سألني عن أختي، عمرها 19 عام. قلت له حتى لو كانت فاسدة ما نجيبها لكش، أختي. قال لي اللي ما تحبيه برضاك حنقوم بيه أمامك بالقوة. عندها قلت لبنت عمي نقتله. جات بنت عمي للدار نهار الخميس بالليل، بعدي هو حب إحنا ثلاثة ناموا مع بعضنا. قلت له نتفاهم، أنا سامحتك في فلوسي وفي عرضي، من فضلك كل واحد منا يمشي في طريقه، ما عادش عندي حتى شيء نعطيهولك. قال لا، تقعد تحت الصباط، ما عندكش فلوس نعطيك لصحابي. كأن الشيطان تملكني، عيني ظلمت. كان قاعد قدام الكوجينة المطبخ، شديت الساطور ضربته على راسه من الخلف، شوهته، قطعت صبعه اللي فضني بيه ورميته برا. ما نريد شي غير ان ربي يفرج علي وابويا يرضى عني. ولكنه قال لي انتي فضحتيني.